باجتماعي الأخير مع فخامة الرئيس اتفقنا نرجع نلتقي اليوم، لكن مع الأسف امبارح أرسل لي تشكيلة كاملة من عنده فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب مع رسالة بيقول لي فيها إنه من المستحسن عبيها فخامة الرئيس. تتضمن الورقة تلت معطل لفريقه السياسي ب 18 وزير ب 20 ب 22. طلب مني فخامته اقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يلي هو محضرها. بكل شفافية رح أقول لكم يلي قلت له إياه اليوم. أولاً هيدي غير مقبولة لأنه الرئيس المكلف مش شغلته يعبي وراء من حدا، ولا شغلة رئيس جمهورية يشكل حكومة. وثانياً لأنه دستورنا بيقول بوضوح الرئيس المكلف بشكل الحكومة ويضع الأسماء بيتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس. على هالأساس بلغت فخامته بكل احترام إني بعتبر رسالته كأنها مكانت ورجعت له إياها، وبلغته كمان إني رح احتفظ بنسخة منها للتاريخ. ثانياً قلت له تشكيلتي بين إيديه من 100 يوم وجاهز هلأ مثل ما سبق، وقلت علناً لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى إصراره على الداخلية سهلت له الحل، لكن مع الأسف جوابه الواضح تلت معطل. هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين، وطلبت من فخامة الرئيس يسمع أوجاع اللبنانيين ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تعمل الإصلاحات وتوقف الانهيار بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة. وبالانتظار، ولأنه فخامة الرئيس قال بخطابه الأخير إني ما قدمت له إلا خطوط عريضة، رح وزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب يلي قدمت له إياها هون بعبدة 9 كانون الأول 2020، يعني من أكثر من 100 يوم، وبترك الحكم عليها للرأي العام وشكراً.